من ناشئين كرة السلة وتعليق كابتن طاهر رجب وحواره رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لكرة السلة وحواره عن مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المهارات وهم صغيرين بينهم بيمدوا الدرجة الأولى. عملنا موسم انتقالات قوي جدا السنة دي في كرة السلة. كرة السلة عملت 5 لعيبة جايبينهم من أندية مختلفة، جايبين رامي جنيدي من الجزيرة، جايبين حاتم البحيري من الاتحاد، جايبين مصطفى مشعل من نادي التأمين، وكوينتن جاي الأمريكاني اللي جاي محترف من بره، ومعانا النهاردة نجم من نجوم المنتقلين حديثا للنادي الأهلي كابتن أحمد علي منتقل من نادي الاتحاد السكندري إلى النادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء النور يا كابتن. أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. آخر صفقة ولا أول صفقة؟ الصفقة اللي قبل الأخيرة. اللي قبل الأخيرة. قبل أمريكا. كله جه ورا بعض. كله جه. قبل أمريكاني. رابع صفقة. تمام. بدأنا الكلام إزاي؟ والله إحنا بدأنا الكلام آخر السنة اللي فاتت كده كان فيه كلام. كويس. فمجرد ما الدورة خلص كده بكام يوم الناس كلمتني في كابتن طارق خيري عايز تبقى موجود معنا في الفرقة والكلام ده. فإيه رأيك؟ قلت له أنا معاك وخلاص، أنا الموضوع بالنسبة لي خلاص منتهي. يعني كان في كذا فرقة متكلمة قبل كده، بس قلت له أنا طالما الناس عايزاني في النادي الأهلي ده خلاص الموضوع ما فيهوش تفكير، يعني الموضوع منتهي بالنسبة لي، ولا كلام قبل كده ولا كلام بعد كده، خلاص أنا خدت قرار بغض النظر عن أي حاجة قبل ما أتكلم في أي حاجة. يعني كنتش كلمت الفلوس ولا حاجة؟ لا ولا أي حاجة والله. أول الناس كلمتني الناس عايزينك في الفرقة معنا السنة دي، قلت له خلاص أنا موجود. قبل ما أتكلم في أي حاجة خالص قلت له أنا حابب إن أنا أبقى موجود في المكان، طبعا حاجة تشرف اي حد يعني. احمد حاجه تشرف اي حد، ونادي بطولات ونادي تاريخ كبير، لكن لازم نرجع بيك للزمن اللي ورا شويه. تمام. احنا رحنا ملعب كره السله ازاي؟ والله الموضوع بالنسبه لي جاب بالصدفه، يعني كان اخويا الاول محمد كان هو حابب الموضوع جدا، وراح لعب فعلا في ان هو صغير عنده 12 سنه تقريبا، راح لعب بس مدرب ساله عنك اخوات، قال له عندي مواليد كام 89، طوله قد ايه قد كده، قال له هتولي معاك بكره. تمام. فالموضوع جه بالصدفه البحت، يعني انا رحت المدرب شافني راح مدخلني على الفريق على طول، انا ربنا كرم كملت في الموضوع، هو اتجه تاني بقى دخل هندسه، ربنا كرمه في قصه الشغل بتاعته وكده، فالموضوع ما كانش في الحسبان خالص، بس هو ربنا اراد. يعني كم اخ واخت؟ محمد الكبير. كويس. واسماء اختي الصغيره، انا في النص. انت في النص. وانت اللي كملت باسكت؟ انا كملت باسكت بره الهوا. قلت لي ما حدش من العيله او العيله عندك ما كانتش رياضيه. عيلتي انا لما ما كنتش بشجع حد خالص. لا ما كنتش، الموضوع في الرياضه ما كانش في دماغي خالص خالص. لا. طب لما دخلت الرياضه قلنا ايه بقى، ايه الاخبار؟ والله هو الموضوع بما انه جاب الصدفه ما كانش في دماغي اي حاجه لها علاقه بالرياضه. الموضوع يعني كويس جدا، يعني انت يعني تبدا يومك بسم الله الرحمن الرحيم كده، تصحى الصبح في نشاط، في حيويه، عايز تنزل تعمل حاجه، بيبقى قدامك بتحط قدامك اهداف من وانت صغير عايز تعملها، فبيخليك عندك اصرار، عندك عزيمه، عندك روح، بيخلي فيك قصه التحدي دي بيبنيها فيك من وانت صغير، فبتفرق في شخصيه البني ادم كويس جدا، يعني حاجه كويسه قوي. بتقول التحدي والنادي الاهلي بيتحدى دائما وابدا في البطولات واصرار اللاعبين وعزيمه اللاعبين، توفقتوا مع بعض في الحته دي؟ انا من نوعيه اللعبه بحب التحدي جدا. لما الناس كلمتني انا التحدي او ان انا اروح النادي الاهلي في الوقت ده بالذات، يعني النادي الاهلي بقاله 3 سنين عامل طفره في كره السله، يعني كل سنه لازم ياخد بطوله او بطولتين من الثلاثه. اخرهم كان لسه في بطوله افريقيا، والسنه فاتت واخد مرتبط والكاس، وقبليهم كان في سوبر، فعلى مدار الثلاث سنين اللي فاتوا مع كابتن طارق خيري الناس في طفره في النادي الاهلي في كره السله، فانت اوريدي رايح على فرقه بتاخد بطولات وبتنافس، فان انت تروح تخش على فرقه بتنافس واخده بطولات، فانت الموضوع بالنسبه لك مش مجرد ان انت تبقى موجود في فرقه وبس، لا انت بتبذل مجهود قد كده، انت عايز تزود عليه مرتين ثلاثه عشان تبقى قد الناس دي وتزود عليهم كمان. يعني انت تروح لفرقه بتنافس كل سنه، فده تحدي كبير جدا، ان انت رايح عايز تعمل حاجه زياده عن الناس. شايف وجودك في النادي الاهلي في مركز فيه خبره كبيره زي كابتن طارق الغنام و المحترف الجديد، شايف الموضوع ايه؟ يعني شايف التحدي نسبته ازاي؟ طارق غنام هيضيف ايه؟ هتضيف ايه مع طارق غنام؟ ممكن يكونوا مركزين مختلفين لكن ساعات بتبدلوا اماكن بعض. والله هو كابتن طارق الغنام يعني نجم كبير طبعا. هو بيعملنا كلنا كاننا اخوات صغيرين، يعني نصايح، يجي يقول لك لا انت هنا تعمل كذا، يتكلم معاك في الملعب. طبعا لسه ما دخلتش معاه في الماتشات، بس من الناس اللي انا موجود معاه في الفرقه بتتكلم مع الناس كلها، بتتكلم معاه عليه كلام كويس جدا.
اخ كبير بيوجه في الملعب وبره الملعب، ممكن نرفز الملعب يجي بعد الملعب بعد الماتش او بعد التمرين مثلا تنرفز على حد يتكلم معايا يعتذر له، ما عندوش قصه ان انا لعيب كبير انا كابتن النادي الاهلي، ما فيش الكلام ده خالص. ف حاسس ان في ود وتاخي بين كل اللاعبين في ملعب كره السله في النادي الاهلي. يعني هي اسره هي يعني انت هتروح الفرقه. انا الصراحه اول ما رحت انا كنت يعني مشغول شويه بقصه هروح على فرقه جديده بالنسبه لي. انا مش اول مره اروح فرقه جديده، انا لعبت قبل كده في كذا فرقه، بس قصه ان انت تروح على فرقه وفيها الناس كويسين والناس واخده بطولات، فيعني كنت راهب شويه، مش راهب بس يعني عامل حساب بقى ممكن بقى ساعات بيبقى في لعيبه كده بتلعب مثلا في المكان بتاعك. اسالنا الموضوع ده، بيبقى لعيبه في المكان بتاعك يعني ممكن تعمل حاجه عشان مثلا تبينك ان انت شكلك وحش في الملعب، بس بالعكس لما رحت الصراحه لقيت الناس كلها بتعمل مع بعض باحترام جدا. الناس في الملعب في نفس المركز بتاعك بتتكلم معاك تقول لك لا ده كده كويس، اني عملت شغل كويس، اعمل كده هتبقى احسن. فالناس كلها بتساعد بعض، كله بيدور على مصلحه اللي هي مصلحه النادي الاهلي. مش فارق مين يبقى موجود، مين رقم واحد، مين رقم اثنين، مين رقم ثلاثة، اهم حاجه يبقى كله ماشي على نفس الخط، على نفس السيستم اللي هو بيودي لمصلحه النادي الاهلي. ما فيش حد بيفكر في نفسه، اهم حاجه الفرقه تكسب. ده كان برده واضح في السنين اللي فاتت. الروح دي كنت تلاقي اللي بره الملعب على البنش واللي في المدرجات كمان واقف عمال يشجع ويتنطط عشان وهو ما بيلعبش، وقاعد بره السكور اساسا كده كده مش هيلعب، بس تلاقي روحه مع الفريق عايز يكسب، مش همه ان انا لا، اهم حاجه ابقى موجود وانا العب. فدي الروح وروح الفانيلا الحمراء زي ما بنقول للعيبه النادي الاهلي هي الاصرار والعزيمه القويه، هي اعتقد بتوصل البطولات. اكيد اكيد روح الفانيلا بتاعت النادي الاهلي حاجه جربتها. بقالك قد ايه بالظبط يا احمد في النادي الاهلي؟ كام يوم كام شهر؟ انا بقالي حاليا، انا من اول ما مضيت بعد ما مضيت على طول كان لسه بقالنا، كان لسه قدامنا فتره على ما نبدا التمرين. انا كنت واخد شنطتي نازل من تاني يوم على الملعب في النادي الاهلي. الناس الصراحه متعاونه جدا، المدربين يوفروا لك عايز تتمرن ينزلك تشوط، يوفر لك ميعاد في الصاله، حامد العامل بتاع الفرقه حاجه يعني يجي لك مخصوص عشان يبقى واقف معاك وانت بتتمرن يحضر لك حاجتك. فالاجواء كلها مساعده جدا ان انت تبقى يعني تعمل حاجه والناس كلها بتساعد، عايز تنزل تتمرن يوفر لك حد ينزل معاك يمرنك اي وقت. كان الدوري لسه ما بداش ومدربين لسه في اجازه، الحمد لله كنت بنزل اشوط، انزل اتمرن مع نفسي. خلاص اعتبرت نفسي واحد من العيله دي، من العيله في البيت. في البيت بروح فعلا اول ما اخش النادي كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اصحى الصبح انزل على النادي. عايزك تحكي لي اول يوم دخلت في النادي الاهلي. هو اول يوم دخلت في النادي الاهلي كان اليوم اللي انا رحت امضي فيه. كان انا فاكر اليوم ده كان يوم الجمعه بعد الساعه على طول، كابتن اسلام وكابتن طارق وكابتن رضا ورحنا كابتن رؤوف عبد القادر. كويس. انت تخش كده تحس ان انت ليه هيبه. النادي الاهلي ليه هيبه يعني حاجه وبس طبعا فخر يعني مبسوط ان انت داخل النادي الاهلي، بس في نفس الوقت شايل مسؤوليه. انت تلبس تيشرت النادي الاهلي ده انت كده شايل مسؤوليه كبيره جدا. قول لي يا احمد، انت بالتاريخ في بدانا وصلنا درجه اولى في 2009 تمام 2010 ودلوقتي احنا 2018 2019 سبع انديه او سبع انتقالات تمام بين انديه، بين اربع انديه، بين خمس انديه بالظبط، يعني سبع انتقالات بين خمس انديه. مش شايف الانتقالات الكتيره اللي انت عملتها في حياتك دي ما كنتش بتثبت في مكان مع ان انت ماضي في النادي الاهلي اربع سنين؟ انا فعلا لعبت في انديه كذا نادي، كان في كذا انتقال وفي منهم بيبقى سنه واحده وكده، بس الفكره كلها في الراحه النفسيه. ان انت تروح مكان تبقى مستريح فيه نفسيا يعني. فانت بتروح بتجرب. انا همضي مثلا سنه كويس، يعني مثلا ما خلصت ناشئين، كنت ناشئين زمان، خلصت ناشئين زمان رحت سنتين الجزيره. كويس. ربنا كرم خدت معاهم دوري هايل. بعد كده رحنا سموحه اربع سنين. بعد سموحه رحت راجع تاني سنه زمالك. خلصت سنه زمالك رحت رايح سنه جزيره. ربنا كرم فيها برده بالدوري. بعد كده رحت رايح سنه الاتحاد. بعد كده السنه دي مضيت اربعه في الاهلي. انا قصه السنه بقى اللي انا بمضيها دي، ايوه عايز افهمها منك بالظبط. انا من نوعيه اللعيبه اللي انا بحب الباسكت جدا هايل، بس في نفس الوقت بحب الناس تبقى يعني كله متعاون في جو اللي هو يساعدك ان انت تعمل حاجه. فانت ممكن تروح مكان ما تبقاش مستريح نفسيا. الموضوع مش فلوس مثلا، ان انت تاخد فلوسك وما تاخدش فلوسك. المعامله نفسها هي اللي بتخليك تقرر ان انت هتقعد هنا ولا مش هتقعد هنا. انت مستريح هتعرف تلعب وهتعرف تدي وتعرف. بس انت لعيب محترف. ما هو لعيب محترف يعني. ماشي جميل. ما لعيب محترف، ما مش لعيب محترف ان انا اروح رايح فرقه وقاعد لعب وشكرا خلاص. ما انا برضه عايز لعيب محترف، عايز اعمل حاجه. مش لعيب محترف هروح النادي هلعب هاخد فلوس وخلاص. الموضوع مش فلوس برضه. الموضوع بالنسبه لي
طبعا هو فلوس ماشي، مش هقول لا، في طبعا أكيد. فلوس، بس الموضوع بالنسبه لي انا عايز فلوس مع ان انا ابقى مستريح نفسيا وانا بلعب. تمام. فدي عايز تستريح، عايز تبقى مستريح نفسيا، وعايزك انت تبقى مستريح نفسيا جدا. بس وجهه نظري 4 سنين سموحه هم 4 سنين في حياتك. تمام. صح؟ صح. ليه؟ علشان خلي بالك عشان تروح البيت. عشان تروح البيت. لما تروح البيت تبقى الامور كويسه. قول لي 4 سنين سموحه دول كانوا فعلا اهم 4 سنين في حياتك. كانوا اهم 4 سنين في حياتي فعلا. قول للناس بقى. علشان عرفت مراتي. بالظبط. انا عايزك تحكي الموضوع وتقول لنا او تقول لنا عنها حاجات، لان انا عرفت هي برضو رياضيه زيك. من نصر شعبان، كابتن نادي سموحه في الكره الطايره. ما شاء الله. فملعبين بقى جنب بعض في سموحه، في صاله كبيره فيها ملعبين جنب بعض زي النادي الاهلي. زي النادي الاهلي احنا في الهاندبول ملعبنا لوحده الباسكت في الطايره ملعبهم جنب بعض. اتفضل. فكنت بتمرن هناك يعني، انا تمريني على الملعب الكبير، هو في ملعب صغير شويه بتاع الطايره جنبينا. هايل. فيعني اتعرفت عليها من هناك يعني، شفتها كذا مره وكده، فقعدت بقى شويه على ما اعرف اتعرف عليها كويس. و يعني الموضوع يعني نادي سموحه هو بدايه الحياه الزوجيه لكابتن احمد فوزي. تمام. صح كده؟ تمام. احمد علي انا اسف. احمد اسماء كثيره، كل واحد لاسم شهره. تمام. انا كان بيدهولي العوضي بحكم ان انا خالد العوضي، فادهولي العوضي. لكن انت ليك اسم شهره، اسم شهره غريب شويه عليا. هل هو لقب عيله؟ لا لا. ولا اسم شهره؟ ايه برغوته؟ هي جت من وانا في الناشئين وانا صغير. صغير ازاي انت كبير؟ لا يعني صغير في السن. وانا صغير كنت بحب الدفاع. كويس. بحب ادافع قوي يعني. هايل. يعني حاجه احط مثلا تحدي قدامي ان انا المان اللي انا ماسكه ده مش هخليه يستلم الكوره، مش هخليه مثلا يستلم الكوره ما يحطش باسكت، لا انا اصلا مش هخليه يستلم الكوره. ما ينزلش دريبل على الارض تقطعها على طول. الكوره اصلا مش هتروح له. من قبل ما الكوره تجي له انا ما بحبش ان انا ياخد الكوره بعد كده ادافع عليه، لا انا اصلا مش عايز اوصل له الكوره. فكنت بروح ماسك بعمل بدافع عليه، فبدافع جامد شويه. بس فكان كل المدرب يقول لك ده بيدافع بيلزق في المام بتاعه ما بيسيبوش، بيفضل لازق له. فمن هنا بقى جت قال لك ده لازق زي البرغوت كده. لازق خلاص. فتلعب مش الاسم. فتلعب بقى ومشيت كده. بتتضايق لما حد يقول لك يا برغوته في الملعب؟ لا لا خالص. بالعكس. ده مش مشكله. لا لا خالص. خالص. لا 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 لا. مفيش ادى مشكله بالنسبه لك خالص اطلاقا. مفيش اسم شهره ثاني ما اعرفوش؟ لا لا مفيش ولا. خالص. قول لي يا احمد، الاحتراف الخارجي اخباره ايه؟ يمثل لك ايه؟ النهارده محترف من 7 انديه، اكيد اكتسبت خبرات معينه. الاحتراف الخارجي ما بصناش ليه، الاحتراف الخارجي بشوف لعيبه الباسكت بيسافروا على امريكا وي وي وي. هل جالنا هل ما جالناش؟ هو مؤخرا الموضوع بقى فيه قصه سفر لامريكا، بس مش يعني على سنه ما كنت انا في الناشئين والكلام ده، ما كانش فيه كان نادرا قوي يعني لما حد يسافر. قصه امريكا دي مثلا من 5 6 سنين كده بدات تنتشر بقى قصه امريكا والجامعات والمدارس، والموضوع بدا يبقى فيه سفر من الشباب وهم صغيرين، كله بيسافر. يجي له مثلا يلعب منتخب فيجي له جامعه في امريكا يسافر، مفيش مشكله. فواحد يجي له مدرسه كمان مش جامعه بس، يسافر وهو لسه صغير يدرس هناك، بياخد منحه وبيكمل، ومنها من خلالها طبعا بقى ممكن يلعب اوروبا. عندنا كذا حد يعني في الموضوع ده. دراستك ايه مع 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 الرياضه؟ انا خريج تجاره عين شمس. تجاره عين شمس. كنت معروف يا احمد جوه الملعب او جوه سوري في كليه التجاره وتداخل، ناس تعرفك ان ده كابتن احمد اللي بيلعب باسكت في اي نادي ايا كان؟ هو علشان كنت بلعب كمان في فريق الكليه. كويس. والملعب بتاع الباسكت في الكليه كان في وسط الكليه، فالناس كلها بقى رحت لعبت عليه. بس لعبت عليه هاندبول. قلت لي بره ان في واحد مهم في النادي الاهلي لعيب، هو بدايه انتقالك للصفقه، كان مين؟ تمام. هو مودي الجرحي. مودي الجرحي. طيب ما دام مودي الجرحي هو المهم بالنسبه لك، فناخد كابتن مودي الجرحي على التليفون. مساء الخير يا كابتن مودي. مساء الخير يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طمنا على فرقه الباسكت، عشان انت عارف انا باخد الروح والحماس منك. قول لي الفيسبوك بتاعك دايما وابدا بحب اشوفه واتفرج عليه، قول لي الاخبار ايه في الباسكت؟ لا والله يا كابتن خالد طبعا يعني ان شاء الله باذن الله خير يعني. طبعا البدايه طبعا راح ببرغوث، طبعا في صفقه لسه جايه لنا ثاني ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله يعني يبقى على الفصل الصحيح. بالنسبه لحضرتك عارف الباسكت المنافسه طبعا بتبقى كبيره، في بتاع 5 6 فرق بينافسوا على الدوري. بس احنا والله بقى لنا 3 سنين الحمد لله ماشيين بمعدل كويس، يعني كل سنه بنكسب لنا بطوله بطولتين من الثلاثه ما شاء الله. فالحمد لله السنه دي عندنا 4 صفقات، وحضرتك طبعا عارفهم الصفقات كلها يعني كلها مفيده للفرقه، سواء رامي كنيديا او حاتم البحيري او مصطفى مشعل او برغوثه.
يعني الناس ان شاء الله باذن الله بتعشمها فينا السنه دي. واحنا يعني حضرتك والله احنا انا هنموت نفسنا عشان فرح الجمهور طبعا باذن الله في كل البطولات باذن الله يعني. بس ناقص واحد ما قلتوش، كوينتن الامريكاني. اه طبعا انا بتكلم على المحترف طبعا، المحترف حاجه طبعا هو اللي بينحيف، انا بتكلم على اللعيبه المصريين احنا كناهم. قول لنا قول لي يا مودي حكايه احمد لما جه النادي انت اللي كلمته وقال لي كده، قال لي انت مودي اللي كلمه، كلمته بناء على ايه؟ والله كنت فاكر عارف انا عندي في النادي انا من زمان ان انا كنت في النادي عندي 8 9 سنين، فاي مدير فني موجود في النادي الاهلي وبصك وعارف ان انا الحمد لله يعني اهلاوي جدا، واهم حاجه عندي مصلحه الفرقه انا على مصلحتي نفسي انا فاهم. فكان كان كابتن طارق كان بيفاضل المهربين كده لعيب كان من احمد، فكابتن طارق كنا بنتكلم في مكالمه كده فقال لي طب انت كلمه طارق ادنا معاك كلام شوف هو رايه ايه، يعني هو حابب يبقى في النادي ولا لا. فبصراحه كلمته، فانا بعد ما كلمته هو طبعا احمد المفحص جدا من راح من الاهلي وكان مبسوط جدا من الموضوع ده، والموضوع ما خدش اصلا يعني يوم يوم كان موقع في النادي الاهلي وكل حاجه تمام يعني. ودي على طول الحمد لله على طول دي موجوده فيا مع اي مدير فني كان موجود الحمد لله عشان هو بيوثق فيا يعني، فالحمد لله يعني. مودي يقول لي عندنا ايه بنستعد ليه، اقرب حاجه البطولات بتاعه الموسم السنه دي. والله كابتن خالد احنا اول حاجه عندنا 30 تسعه كانت بطولات دول افريقيا كويس، دي احنا بنستعدها ان شاء الله، والمحترف هيوصل 1-9 ان شاء الله باذن الله، واللي يكون برضه لعيبه المنتخب اللي خلصت فهنكمل كلنا الفرق كلها تكمل مثلا على اول 9 ونص 9 يبقى كله بيبقى لعيبه المنتخب، دي اول حاجه نخلصها ان شاء الله نخش الدوري المسابق بدايه الموسم من 16-10 تمام. فباذن الله بقى دعوات الجماهير ان شاء الله باذن الله عند حسن ظن نظام الجماهير الثاني ان شاء الله باذن الله. لا انت انت انا عارف ان انت متابع جيد للجماهير والجماهير متابعه على صفاتك جامد جدا، وانا واحد من عشاقك بصراحه كابتن مودي، حاجه مشرفه جدا جدا جدا. شرف ليا والله كابتن خالد. والله يا كابتن مودي بس سؤال او كلمه اخيره، كابتن طارق الغنام يعني على العمود الفقري في النادي الاهلي لكره السله، تقول له ايه بعد ما جدد السنه دي وموجود جوه الفرقه ودي حاجه انا سعيد جدا بيها؟ والله كابتن خالد حضرتك عارف طبعا كابتن طارق غنام ده صوره مؤثره للنادي الاهلي في البطل طبعا، تاريخ كبير جوه النادي الاهلي، هو بعيد عننا سنتين ورجع لنا من ساعتها والله السن ما بيفرق معاه في حاجه خالص، يعني شايفه طارق سنه بيزيد بالعكس، طارق ممكن ينزل يلعب وقت قليل جدا يبقى مؤثر جدا في السنه اللي فاتت، هو لعب ما لعبش وقت كتير بس الراجل نزل في الطوفين مؤثر تاثير كبير جدا في اللي احنا يعني خدنا توتال الدوري مرتبط وكاس مصر. فطارق غنام طبعا ده كان عنده في النادي الاهلي السنه دي نحاول نكسب كمان عشان نخليه يعني يختم مسيرته بحاجه كويسه جدا، وهو كده وكده هيبقى موجود في النادي الاهلي في اي مجال طبعا. طارق خير طارق قصدي طارق غنام هيفضل في النادي الاهلي كل حاجه ان شاء الله يعني. دي حقيقة مودي بصراحة يعني هو بيسعدنا وحد مشرف جدا 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 وخبراته عالية جدا، نتمنى يا مودي إن شاء الله بإذن الله يبارك لك في آخر السيزون بكل البطولات عشان تسعد كل جماهير النادي الأهلي. شكرا يا مودي. إن شاء الله إن شاء الله. سي يا مودي شكرا. هنرجع على طارق الغنام. نرجع كابتن طارق، بس انا عايز اقول حاجه بس على كابتن مودي. مش عشان هو كان معانا على التليفون والله خالص، بس فعلا من انضف الشخصيات اللي الواحد ممكن يقابلها في مجال كره السله بجد. بيحب النادي الاهلي. لا ده مش عاشق، مجنون عاشق للكره فعلا فعلا. لا 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 يعني هو ما عندوش مشكله ما عندوش مشكله ان هو يكلم حد بيلعب في نفس مركزه. يعني مش اللي هو مثلا يجيب صفقات مثلا او يتكلم مثلا مع لعيبه في اي مركز، لا في مركزه ممكن يجيب لعيب واثنين، اهم حاجه بالنسبه له فعلا مصلحه النادي. فدي من الحاجات القليله اللي ممكن نلاقيها فعلا من النوعيات القليله في اللاعبين دي حقيقه، اللي هو يعني بيكون كين جدا على الفرقه وما يفرقش حتى مصلحته ايوه بيجي على مصلحه نفسه عشان خاطر الفرقه ما فيش اي مشكله يعني. هو في الاخر اتفضل اتفضل وفي الاخر كله يعني منافسه شريفه، انت هتجيب حد في نفس المكان انا هتمرن والاحسن هيلعب بالاحسن، كله كل ده لمصلحه النادي يعني. ف عارف وانا بتفرج على الفيسبوك بتاعه بيتكلم كلام كبير بيكون يعني هو بتفرج عليه كده في صح على طول. لا بحب اتفرج عليه جدا وبحب ويخاطب جماهير وبيناشد جماهير ولازم تيجوا واحنا وراكم واحنا معاكم يعني. لا فعلا هو بيعجبني جدا جدا، اهلاوي جدا جدا جدا. قول لي طموحنا رايح لفين لكره السله؟ والله احنا يعني طموحنا ان شاء الله احنا عندنا 4 بطولات السنه دي، افريقيا دوري عام دوري مرتبط كاس. باذن الله احنا هنشتغل على ان احنا ناخد 4 بطولات، لان ده مش داخل بطوله او 4 بطولات عشان ناخد منهم واحده او اثنين، احنا كل هدفنا كل سنه الناس داخله عايزه الاربع بطولات وبس. هو طبعا الموضوع مش بالكلام، الموضوع بالشغل، والحمد لله الناس شغاله كويس جدا
ومفيش حد مؤثر في اي حاجه الحمد لله. جهاز لعيبه واللعيبه يعني مفيش حد فعلا يعني مستخسر زي ما بيقولوا كده نقطه عرق في التمرين، كله بيموت نفسه لحد اخر التمرين. الناس كلها بتتمرن، حتى خلاص تمرين انا بتمرن بره يعني لوحدي، بزود مثلا اللعيبه كلها كده يعني مش كله بقى يعني بتزود من مره في التمرين، اجي لوحدي شويه الصبح اشوط، اجي كله بيدور على ان هو عايز. احمد قول لي انت الموضوع بالنسبه لك ما فيش شغل غير احتراف كره السله؟ تمام. ما بتشتغلش اي مهنه ثانيه بكليه التجاره؟ لا 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 خلاص، وفاهم احتراف تدريب الصبح تدريب بعد الظهر. في غير محطات في حياتك مهمه، محطات انتقالات ومحطات لمدربين، فعايزين نتكلم عن المحطه المهمه في حياتك او المباراه اللي قلبت حياتك او المباراه اللي سمعت عندك اللي هي تحس ان هي احلى مباراه عملتها في تاريخك. والله انا كان في ماتش ده بالنسبه لي، انا بحب الماتش ده جدا، او هم كانوا ماتشين يعني كان في السنه الموسم 15-16 كان بيست اوف 3 تكسب ماتشين من الثلاثه تلعب دور الاربعه في دوري السوبر. فكنا بنلعب الاتحاد السكندري، والاتحاد السكندري كان فرقه تقيله جدا يعني. كنت ساعتها سموحة؟ لا كنت ساعتها زمالك. زمالك تمام. كان ساعتها الاتحاد السكندري تقريبا منتخب مصر. تمام. والفرقه كان فيها اصابات كتير وكان في مشاكل في الفرقه، بس الحمد لله يعني خسرنا اول ماتش وكسبنا الماتش الثاني والثالث. والماتش ده الماتشين دول كنت راجع من اصابه، كان بقى مثلا شهر ما فيش خالص اتمرنت مثلا قبل الماتشات دي نص ساعه بس لما سافرنا، كان ماتشات في اسماعيليه، سافرنا اسماعيليه اتمرنت تمرينه الماتش كده نص ساعه خفيفه ونزلت الماتشات، بس الحمد لله يعني عملت جيمات كويسه. عملت جيمات كويسه وانا كان بقى لي شهر ما بتمرنش يعني كنت مصاب فكنت باهل، عملت ماتشات كنت يعني عملت ماتشات الماتشين دول عملتهم احسن من ماتشات كنت عاملها وعامل فورم قبلها مثلا 3 4 شهور تمرين الحمد لله موجود في الرياضه موجود الله. ممكن ما تتمرنش وتلعب ماتشات كويسه جدا بس مش بتستديم يعني مش بتقعد فتره طويله بتكون ماتش او اتنين بكتير. بس دول فعلا كانوا ماتشين بالنسبه لي انا بحب الماتشين دول جدا عمري ما بنساهم يعني. ان شاء الله باذن الله اربع سنين في النادي الاهلي يكونوا احلى اربع سنين في حياتك باذن الله وعمرك. لكن نروح لمحطات مهمه لمدربينك. تمام. مدربينك اللي يعني تتلمست على ايديهم. هو يعني في محطتين، في محطه الناشئين دي. تمام. كان في كابتن محمد زكي، كابتن سيد ابو الذهب، كابتن مرسي. ما تنساش حد هيزعله. كابتن حمدي سعودي، كابتن علاء عبدون. كويس. كابتن نبيل الكردي. كل الناس دي ده في مرحله الناشئين. كويس. في الدرجه الاولى بقى الموضوع بيختلف يعني بنسبه كبيره، لان انت في الدرجه الاولى مفيش مدرب هيعدي عليك الا لازم تكسب منه حاجه. دي يعني لازم مدرب هيعدي عليك هتستفاد منه حاجه، لو ما استفدتش منه حاجه يبقى انت غلطان، اكيد عنده حاجه مش عند حد تاني او انت لازم تستفاد منه في حاجه. هو كل مدرب لازم عنده حته كده زياده عن حد او حته مش موجوده عند حد تاني. فدي بتزود الواحد. انا مثلا اتمرنت اول ما طلعت درجه اولى صاحب الفضل عليا الصراحه كابتن مرعي، ده اول مدرب درجه اولى اتمرنت معاه، راجل عاشق يعني كابتن مرعي كره السله. كابتن احمد مرعي كويس. كابتن فادي هاني كويس. كابتن عمرو ابو الخير، دكتور رفيق يوسف، كابتن زار عبد الباسط. دول المحطات في حياتي فرقت معايا جدا. ده اللي خلت احمد علي النهارده بقى كابتن احمد علي وبينتقل من نادي لنادي وعنده الخبرات دي كلها. تمام. اذا كان المدربين برضو بتقف عندهم، بنقف عند مواقف صعبه في حياه اللاعب، لازم نشوف ايه المواقف الصعبه اللي عدت بيك. هو اصعب موقف بيبقى بالنسبه للاعب ان هو موقف الاصابات. دي بتبقى الموضوع بالنسبه له بيبقى يعني مش كويس، لان يعني انت بتبقى مصاب بتقعد مثلا فتره، بالذات الاصابه مثلا ممكن تقعد معاك شهر شهر ونص، دي بتبعدك عن الملعب، فبتبقى نفسيا ان انت زهقت يعني خلاص انا متعود كل يوم في الملعب الصبح وبالليل، فنفسيا ان انت قاعد في البيت مش قادر تعمل حاجه، انت كنت بتتمرن وبتلعب وتروح جيم وتحس ان انت اقوى واحد في الدنيا، مره واحده ممكن اصابه قد كده تخليك مش قادر ماشي مش قادر تمشي على رجليك خالص يعني. طبعا. فدي بتاثر نفسيا على اللعيب يعني، بتبقى محتاجه سبورت جامد، حد يبقى يشجعك يعني. الصراحه في الموضوع ده مراتي على طول لا، وهي كمان عشان كانت بتلعب رياضه ففاهمه القصه دي، بتبقى عارفه ان انت محتاج ان انت يبقى في حد يشجعك، حد يقومك، ما تبقاش يعني ما تستسلمش. فبتفرق جدا دي. مهم جدا ان الاسره تكون رياضيه. مهمه. جدا. اعتقد ان فرق معاك برضو اللي هي البوش اللي انت بتاخده منها. هي اسمها ايه؟ منى نصر شعبان. منى. تقولي لي منى تعبانه معاك طبعا اكيد. هي تعبانه الصراحه. عارف ان انت منتظر طفل. ان شاء الله. ولد ولا بنت؟
ولد زين ان شاء الله باذن زين خلاص كمان كده يعني في زين احمد علي ان شاء الله باذن الله كمان شهرين قلت لي باذن الله تقول لي منا ايه اقول لها معلش تستحملني انا بتعبها معايا انا عارف اقول لها الحقيقه دلوقتي يعني شويه كده كلام كويس عشان لما تروح البيت تبقى مبسوطه اتفضل لا يا صراحه يعني مش مقصره معايا في اي حاجه تمرين مستحمله اكل شرب خصوصا موضوع الاكل والشرب ده بيفرق جدا بالنسبه لموضوع الرياضه طبعا خصوصا في الاوف سيزون بقى انت مفيش تمرين مثلا فالموضوع او مش بتتمرن زي ما تتمرن في وسط السيزون فبتبقى محتاج اكل معين عشان ما تزيدش طب الدايت طب مش عارف ايه هي الصراحه يعني عامله لي مشكله شويه في الاكل يعني مع زباني في الاكل اه والله اكلها كويس ولا لا اكلها تمام 100 100 لا كويس والله ما هو ده اللي عامل لي مشكله ببقى عايز اكل تقول لي مفيش اكل طب مفيش. انا جعان مش قادر نام نام خلاص مفيش اكل طيب عشان كده العيله عندك تقول لهم ايه طبعا والدي ووالدتي واختي برضو الصغيره تعبوا معايا جدا برضو في موضوع الاكل لان انا من نوع يعني اروح التمرين ارجع ارمي الشنطه تخش على المطبخ لا بقى لا مش بخش على المطبخ في بيت اهلي لا مش بخش لا. على المطبخ بروح جاي ارمي الشنطه قاعد قدام التلفزيون عايز اكل عايز عايز اكل ايه تاكل ايه اي حاجه مفيش مشكله لا 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 مفيش مشكله انا عايز اكل ايه اي حاجه طب ايه اي حاجه طيب اي حاجه انا جعان عارف خلاص عارف زمان كانت امي الله يرحمها كانت بتقول زي كده بالظبط لا عايز اكل تقول لي تعالى كلني خلاص تقول لي تعالى كلني نفس الكلام طيب ده بالنسبه للعيله تاكيد العيله اللي كان ليها فضل كبير عليك وكان حاجه مؤثره الجماهير تقول ايه لجماهير النادي الاهلي في بدايه السيزون طبعا بقول لهم احنا مستنيين دعمكم ان شاء الله وبوعدهم باذن الله ان احنا عمرنا ما هنقصر في حق النادي الاهلي ولا هنستخسر اي مجهود تجاه الفرقه ان احنا نعمل حاجه للنادي الاهلي وباذن الله البطولات السنه الجايه واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها يعني نزود من تاريخ النادي الاهلي طبعا عجباني قوي حماسك وروحك في الكلام والله انا بكلم حضرتك دلوقتي وحاسس ان انا عايز انزل اتمرن لسه مخلص تمرين وجاي على هنا حاسس ان انا يعني من الكلام كده انا عايز انزل اتمرن انا حاسس ان انا هطلع النادي عايز اتمرن لازم بص هو ده النادي الاهلي وده طبيعه النادي الاهلي بحكم لعبي جوه النادي الاهلي ده طبيعه النادي الاهلي فعلا زي ما انت كده بتقول بنحب كلنا دائما وابدا نكون متواجدين في النادي الاهلي للتدريب واسعاد الجماهير واسعاد بطولات النادي الاهلي احمد يعني حديث جميل اسعدتني انا اكتر ونورتني واتمنى ان شاء الله باذن الله اخذك انت وكل الفرقه في اخر السيزون تشرفونا هنا في استديو النادي الاهلي ونعمل احسن لقاء معاكم ونكون محتفين بكل البطولات اللي انتوا قلت عليها يا رب ان شاء الله انا بشكر حضرتك جدا وطبعا حاجه تشرفني ان انا اكون مع حضرتك يعني كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر كره اليد دي حاجه تشرفني جدا جدا يعني كنت متشكر جدا كنت مبسوط جدا مع حضرتك اشكرك يا احمد جدا 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 بشكر كل جماهير النادي الاهلي متابعينا وبشكر كل جماهير المصريه متابعينا وفي نهايه حلقتنا النهارده بشكر زملائي كابتن عبد الحميد حسن والكابتن امير هشام وعلى لقاء من يوم السبت للخميس في الاهلي الليله شكرا والى اللقاء